ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده جبنا مسدس ملون للاطفال. اهو المسدس ده، مسدس كبير. وريني كده ياسين المسدس ده. بصوا المسدس ده صغير والمسدس ده كبير، بصوا الفرق. يلا نفتحه. قبل ما نفتحه اشتركوا في القناه وحطوا لايك للفيديو. يلا ماشي. استنى، ما هو معاه طلع اكبر. هاي الطلع، ثلاث طلع. وده اللي هي الصوره اللي احنا هنضرب عليها. طب انتوا جايبين ده؟ والشاره بتاعت البوليس. وده الكلبش. يلا نجرب المسدس. هنضرب 3. نحطها هنا كده بعيد. مش هتقدر تقف. بص جت فيها دي. طب خلي اللي عندك ده. ايوه دي واقفه، دي خلي اضرب فيها. هدي نحطها هنا كده. هضرب فيها. يا لهوي راحت بعيد. تاخد تجرب؟ لا لا لا، انت اللي تضرب. انت اضرب، انت اضرب. امسك خد. لا لا مش فايق. اضرب 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 اضرب. هطلب بجد. اضرب بجد. لو ده حقيقي. ايوه حقيقي. اضرب. هموتك يا فودة والله. اضرب يا اضرب. انا مش خايف. انت خايف تضرب؟ خايف. انا هضربك بقى بالمسدس التاني. انت معكش طلقه. اضرب. خد ياسين، ياسين خد 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 بسرعه. اضرب في كل. اضرب 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 اضرب. هنشوف مين اللي هيضرب مين الاول. ايه ما عادش معاك طلع. كده يا اصحابي احنا خلصنا الفيديو. لو عجبك اللعبه اشترك في القناه وحط لايك للفيديو. باي.